والدي رحمة الله عليه أيام تأديته للخدمة العسكرية وشاب يعني، عمل حادث بالسيارة اللي كانت تحت إيده في الخدمة، وقتل طفل صغير. الطفل ده مش مسلم يعني، أو أهله مش مسلمين، فهم المحكمة حكمت بتعويض ودفعته للجهة العسكرية اللي هو تبع ليه. فهل هو عليه شيء؟ لا خلاص جزاكم الله خير.